نسعى من خلال هذه الأيام الإعلامية إلى التعريف أكثر بمدارس أشبال الأمة، هذه القلاع التعليمية الرائدة، وبمدرسة أشبال الأمة بالمسيلة الشهيد وعواء مدني بصفة خاصة، كونها في طور الانتقال من الطور المتوسط إلى الطور الثانوي. كما نسعى إلى إظهار الصورة الحقيقية للإمكانيات التي توفرها المؤسسة العسكرية لأبناء الشعب الجزائري بكافة أطيافه من أجل مزاولة التدريس وتكوين علمي يتماشى والرهانات الكبيرة التي تواجهها الأمة. فضلا عن ذلك، تنوير الرأي العام المحلي عن المجهودات المبذولة في تكوين إطارات كفء مستقبلا، وما تتوفره مدارس أشبال الأمة من مرافق بيداغوجية وترفيهية.